الثالث من أركان الإيمان. سيرو مرا ديك مر إيمان كتيه. الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. ويجيبو جي مروت نساي نالله ركوبو كبرو مالو. نؤمن بأنها كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام الخلق. ويجيبو نساي ويجدانو إبو جي وكنو جين ويجي مو كن يساي دانو أكنيال جواج وواج ما تشالج مار نساي. فهذه الكتب كلام الله. ويجي جين ويجي مار نساي. منزلة غير مخلوقة. مروت نساي أفوينيو كده وجنديك متشوين مروت نساي أفوينيو. الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. مروت نساي أمي جاوتي كجاوتي أمي بوك مورو. نؤمن بجميع الكتب. ويجي بوجتها مورو. ونؤمن بمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسماء هذه الكتب. كده ويجي نينج ما نامي وما بوجي. القرآن. كاكا قرآن. والتوراة. التوراتي والإنجيل إنجيلي والزبور زبوري وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. توجي بوجي ما تنتين ما نامي إبراهيم توجي موسى توجي كتير ماموكم. نؤمن بهذه الكتب. ويجي بوجي وبما فيها من أخبار. توجي جيك ما تيري يجي وبما فيها من أحكام. توجي شتيك ما جي سايم. لكن لا نطالع هذه الكتب. كنو أكو تمر بوجي. نؤمن بهذه الكتب ولا نطالع ما فيها. نطالع ما ورد في القرآن والسنة فقط. وان وكاو كلو اللو ما قم بيرو القرآن والسنة.